أنا راجل مليان وفاء، مليان إخلاص وتضحية وغلبة أزلي. خليط من الموهبة والثقافة وتعانق الحضارات. كوارع، اسم حضرتك كوارع؟ آه. الله، إيه القدس ده؟ صنع اسم نجيب الريحاني زعيم المسرح المصري الذي تحل ذكراه اليوم. الوجاهة دي كلها عشان يقدم القهوة؟ وللباشا بتاعهم يطلع الجنس شكله إيه؟ ففي دمائه جرت مياه الرافدين وقطرات النيل. علي بيه السموكسي في ايده كل حاجة، الوزراء بيمروا عليه. أنا كنت عملت إيه في دنيتي يا رب؟ ليه كده؟ في تكوينه شموخ من نخيل دجلة وخفة ظل باب الشعرية ووهج من المعرفة والخبرات مكنه من خلق كوميديا مصرية خالصة مشت في دروبها أجيال تالية. وحضرتك بتشتغل إيه؟ لا أنا راجل على قد حالي، أنا بتاع كتب، أنا بتاع علم بس. في مدرسة الفرير ظهرت قدراته الخاصة مع تميزه في إلقاء الشعر وحفظه باللغتين العربية والفرنسية والقدرة على التشخيص في عروض المسرح المدرسي. أيوة سمك بكرة، أي سمك بكرة، اسمعني. لكن بداية احترافه كانت مع المخرج المسرحي عزيز عيد قبل أن يخطو بعيدا بجانب الكبار في فرقة جورج أبيض. أيها البائسون التعساء. وبتوالي التجارب والسنين تمكن الريحاني من صنع اسم خاص بات علامة لكوميديا الموقف وتحرير المسرح من الميلودراما والعروض الرخيصة. فتملك الغيط من الأسد. تملك الغيط؟ أيوة يا فندي، مكتوبة في أسد في الدنيا بيملو غيط؟ ليه؟ أسد إيه؟ من أعيان؟ أسد صاحب أضيان؟ لكن بصمة الريحاني الاستثنائية وملامح مدرسته ظهرت مع فرقته الخاصة التي عمل بها مؤلفاً ومخرجاً مسرحياً وبطلاً لأكثر من 30 عملاً قبل أن يشاركه النجاح. توأمه الفني شاعر العامية الكبير بديع خيري لينقل معاً المسرح المصري إلى مرحلة جديدة كان من نتائجها عروض مثل الستات ما يعرفوش وحسن ومرقص وكوهين وحكاية كل يوم وغيرها من الروائع. 19 سنة أفوت عليك تقول لي إن مراتك بتولد، مولود إيه ده؟ دي لازم هتولده مش أنا. في السينما كانت إطلالته قليلة لكنها خالدة، نحو 10 أفلام بدأها بصاحب السعادة كشكش بيه ونهاها بدوره في غزل البنات عام 1949، وهو الفيلم الأخير الذي أصيب خلال تصويره بمرض التيفويد ورحل على إثره. أنا حاجة هنا عندكم كتير، أغير هوا. حلو قوي، مرسي، ربنا يسر خاطرك.